محمود الخطيب، هي استغرقت بالظبط تقريبا 3 دقايق او 3 دقايق و10 ثواني مثلا، يعني قال فيهم كل الرسائل اللي اي حد نفسه يسمعها، كل الرسائل اللي بتدل على قيمه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي. البعض بيقلل شويه من موضوع مبادئ، لا والله بجد موضوع المبادئ دي حقيقه. النادي الاهلي ماشي بمبادئ وقيم واضحه جدا من خلال كلمات الكابتن محمود الخطيب، ويمكن نتكلم في بعض الامور اللي ما كانش حد متوقع ان هو يتكلم فيها. لكن اكتر الكلمات اللي استوقفتني في الحقيقه، اتكلم في بدايه عن الاحتفاليه والموسم اللي فات كان موسم صعب جدا واحنا عانينا فيه بشكل كبير، سواء توالي المباريات بشكل متتالي بشكل صعب جدا والاصابات اللي كان بيعاني منها النادي الاهلي. وكمان قال الاهم من كل ده ان احنا كنا نفتقد جمهور النادي الاهلي، لان ده بيبقى اساسي بالنسبه لنا. كمان اتكلم على ان الرياضه منافسه، لكن المفروض ما يبقاش فيها تطاول، وان النادي الاهلي دايما مش هيسيب حقه في اي تطاول لشخصياته ورموزه ولاعبيه وجماهيره، وده الطبيعي، لكن في اطار محدد ومعين بنمشي من خلاله، هو الاطار القانوني. تمام. اتكلم كمان على جزئيه مهمه جدا، ان للاسف الموسم اللي فات كان الناس كلها بتحاول ازاي تفشل النادي الاهلي، وكان ده هدفها الاساسي، وبصراحه دي كانت حقيقه، كانت واضحه جدا لكل الناس اللي كانت متابعه الكوره في مصر. واضح قوي ان كان في شخصيات بتحاول تفشل النادي الاهلي اكتر ما هم ينجحوا، لكن كان المجمل ايه في النهايه؟ ان النادي الاهلي نجح، النادي الاهلي قدر ان هو ياخد بطوله الدوري، فهم فشلوا في كل محاولاتهم لافشال النادي الاهلي، وفي نفس الوقت ما قدروش ان هم ينجحوا لان هم ما ركزوش في اهدافهم الخاصه بيهم هم، على قد ما ركزوا ان ازاي النادي الاهلي يفشل في تحقيق اهدافه. كل دي امور مهمه. اخر حاجه مهمه قوي اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب هو فيما يتعلق بالرساله اللي قالها للاعيبه النادي الاهلي. قال احنا النهارده بنحتفل ببطوله الدوري، بس هنطفي النور النهارده ونفتح نور جديد من بكره عشان نركز في التحديات الكتيره اللي احنا مقبلين عليها، سواء بطوله الدوري، دوري ابطال افريقيا، كاس، اي بطوله بيخش فيها النادي الاهلي بيبقى تركيزه دايما ازاي يحققها. بنفرح وبننجح كتير جدا كنادي اهلي، كلاعبين، كجهاز فني، كمنظومه بشكل كامل، لكن في كل الاحوال التركيز دايما فيما هو قادم. فدي سمه اساسيه من سمات النادي الاهلي. في الحقيقه رسائل كتيره جدا قالها الكابتن محمود الخطيب في كلمته، وكان موفق جدا جدا في الكلمه اللي استغرقت بالظبط 3 دقائق في الوقت اللي ممكن البعض بياخد فيه ساعه عشان يقول رسائل كتيره جدا، وممكن ما توصلش لحاجه في الاخر وتبقى رساله يوميه كمان يعني. لكن في كل الاحوال هي دي قيمه النادي الاهلي، بتتمثل في شخصيه رئيس النادي. هو ده رئيس النادي، رئيس نادي بحجم كبير زي حجم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. القيمه بتبان، الشخصيه كده، حاجات تفرح، ودايما الواحد بيبقى فخور انه اهلاوي لان بيلاقي امور في شخصيته موجوده في شخصيه النادي نفسه، فدي امور جيده في الحقيقه. في كل الاحوال على فكره معنى الكلام ده ان احنا مش بنقلل من قيمه اي نادي من الانديه، كل الانديه انديه كبيره ومحترمه جدا جدا يعني، لكن دايما في اسلوب في التعامل، وده الاسلوب الجيد اللي دايما بيميز النادي الاهلي. فكنا حابين نعلق في الحقيقه على كلمه الكابتن محمود الخطيب على الاحتفاليه بشكل كامل. وكمان من ابرز الامور كانت في الاحتفاليه دي مؤمن زكريا، وكان موجود طبعا لانه احد اللاعبين اللي ساهموا، حتى لو ما شاركش كتير لكن هو كان اسمه في القايمه، ولاعيب مؤثر جدا مؤمن زكريا، لكن الظروف اللي بيمر بيها هي اللي عطلته بشكل كبير. نتمنى له دايما يا رب يعود سريعا ويكون اضافه للنادي الاهلي. وكلمات كمان حسام عاشور اللي قال لك انا في النادي الاهلي من صغري وانا في الناشئين اتعودت ان دايما ان احنا نبقى المركز الاول، موضوع ان احنا المركز الثاني ده فشل بالنسبه لنا. وهو كمان اللي قدم مؤمن زكريا والفيديو اللي شفناه، وكلها امور ولفتات مهمه جدا جدا من خلال هذا الحفل الكبير، واللي اخيرا استلم فيه النادي الاهلي درع الدوري. ان شاء الله اللي جاي باذن الله السنين اللي جايه يكون تسليم درع الدوري في الملعب، والاحتفال يكون كبير في الملعب على غرار الدوريات الاوروبيه الكبرى باذن الله. الفريق بقى واستعداداته لمباراه القمه، احنا عارفين ان امبارح كان اجازه والنهارده كمان اجازه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الفريق باذن الله بكره هيستأنف تدريباته واستعداداته النهائيه لمباراه الزمالك باذن الله تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعه 8:00
مساء مباراه غايه في الاهميه، غايه في القوه والصعوبه، لان انت بتواجه فريق كبير جدا طبعا نادي الزمالك، فريق محترم عنده مجموعه من اللاعبين المميزين جدا، فالنديه هتكون واضحه في ارضيه الملعب كما هو المعتاد بخصوص مباريات الاهلي والزمالك دائما يعني. فمباراه غايه في الصعوبه وفي القوه، النادي الاهلي هيستعدلها طبعا بشكل مميز ابتداء من الغد، هو استعد على مدار الاسبوع اللي فات كله بعد مباراه اسوان، واجازه يومين والاستعدادات النهائيه هتكون بدايه من بكره ان شاء الله، وبعد بكره هيكون في مباراه وديه لسه مش عارفين طرفها مين، لكن عايزين نطمن او نطمن الجمهور الاهلاوي على بعض التفاصيل الصغيره كده اللي بتهم كل الاهلاويه يعني في كل مكان، بالتحديد عمرو السوليه رسميا جاهز للمباراه.